استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر الصيف ظهر اليوم نائب رئيس مبرة خير الكويت الشيخة مريم محمد صباح السالم الصباح والسادة أعضاء المبرة ومجموعة من أطفال دار الأيتام. هذا وقد أكد سموه رعاه الله على حرص الدولة على تقديم كافة الرعاية والاهتمام لأبنائها وبناتها من الأيتام وتوفير جميع احتياجاتهم لضمان مستقبل أفضل لهم، متمنيا سموه لهم دوام التقدم والسداد. حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. أنا اسمي عبد الرحمن، واليوم قابلنا بابا صباح وحبيناه، وأنا اللي طلبت إن أقابله. أنا اسمي عبد الوهاب، وقابلنا بابا صباح وحبيناه. السلام عليكم، أنا اسمي فنان، واليوم قابلنا بابا صباح. كل عام وأنت بخير، أنت أبونا وإحنا عيالك. أنا اسمي يوسف، رحنا عند بابا صباح قابلناه يعني قلت لك كل عام انت بخير، وانت وهو قال لي بخير، وانا حبيته، وهو ان شاء الله يكون ابوي. انا وياكم مشعل، انا قلت لك اول صباح كل عام انت بخير، كل عام انت بخير، احنا قبلناك وتونسنا وياك واستانسنا وياك. انا اسمي عبد الاله، استانسنا مع بابا صباح وشفناه وسلمنا عليه وتقبل طاعته. أنا اسمي سارة، أحب بابا صباح.